شارك بدر من عصابة بدر فيديو مفاجأة على قناتهم الثانية على يوتيوب، اعتذر فيه من المتابعين عن عدم تنزيلهم لفيديوهات على قناتهم الرئيسية خلال هذا الأسبوع، وهذا كان راجع بسبب رسالة من طرف اليوتيوب أمرهم فيها بعدم التنزيل لمدة أسبوع كامل، فاختاروا التنزيل بقناتهم الثانوية باسم يوميات عصابة بدر. فبالتالي هالأسبوع إذا ما نزل شيء في القناة الرئيسية حينزل في قناة اليوميات. أما نور ستارز فاختفت قبل فترة طويلة من على يوتيوب، ولكن أكدت أنها خضعت لعملية معينة، وأجمع عدد كبير من الجمهور أنها عملية تجميل لأنفها. فشو رأيكم بهذا الموضوع؟ وهل معقول نور ستارز خضعت لعملية تجميل لأنفها؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. أما أسامة مروى وبآخر فيديو على قناته خرج عن صمته وكشف عن تحضيره لمفاجأة جديدة، واللي كانت بدايته بعالم الجيمينج، ففتح قناة جديدة رح تكون خاصة بالألعاب ورح ينطلق بالعمل عليها قريبا جدا. فكم نسبة حماسكم لبداية أسامة مروى الجديدة؟ Say subscribe. Subscribe to OC Gaming. OC Gaming. Yeah. أما عائلة عمارة فغابوا عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترة قصيرة، وكان السبب حزنهم على وفاة عمتهم الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته، ورجعوا مبارحة بفيديوهات جديدة في كل من قناة شيرين ونارين. أما شيرو فنزل ستوري وكتب شكرا لكل الرسائل الحلوة، شكرا لأنه شاركتونا حزننا، أنتوا كمان من العيلة، دعواتكم لها بالرحمة. أما مو فلوكس فنزل ستوري مفاجئ حكى فيه أنه حتكون في تغيرات ومفاجآت جديدة بفيديوهاته القادمة، ولكن تحتاج لبعض من الوقت. شو حتكون مفاجآت مو فلوكس الجديدة؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.